أتحول معكم مباشرة الآن إلى شرم الشيخ ثم نعود. Observing system and the state of our climate is the cornerstone of our work. هي الركيزة الأساسية لعملنا ليس فقط من أجل المفاوضات واتخاذ القرارات ولكن أيضا فيما يتعلق بإبلاغ صانع القرار حول التكيف والتخفيف على كل المستويات. يسعدني أن يكون معنا النائب السكرتير العام والسكرتير العام يوتيليتالس من منظمة المناخ العالمية لدينا زملاء من جيكوس ومن باليرمو وتنفيذ التعهدات الخاصة بالمناخ واتفاق باليرمو. لدينا خبراء من مجموعة العمل الخاصة بأي IPCC وأيضا نحاول أن نحدد المعرفة الخاصة بالمناقشات حول المراقبة الخاصة بالكرة الأرضية ولدينا خبراء من مجتمع الأرض لمراقبة الأرض وسلاسل القيمة الخاصة بالقضايا العمل الخاص بالتكيف والتخفيف. سوف تكون الكلمة الافتتاحية من نائب السكرتير العام وأيضا قبل أن ننتقل إلى المناقشة الحلقة النقاشية وهذه الحلقة النقاشية سوف يكون فيها فريقان. الفريق الأول سوف تتحدث عن المستحدثات فيما يتعلق بأنظمة المراقبة المناخية والجلسة الثانية سوف تناقش المراقبة الخاصة بالكرة الأرضية حول التخفيف والجلسة الثالثة سوف تتحدث عن التكيف وأنظمة الإنذار المبكر. في كل جلسة سوف نسمع التحديثات الخاصة بالموضوعات قبل أن ننتقل إلى إدارة الجلسة. ستدير الجلسة أنيا ويت والمتعلقة بأنظمة المراقبة وأيضا لدينا نائب المدير الخاص بـ WMO بقسم البنية التحتية. سوف يكون هناك راحة 5 دقائق بين الجلسة الأولى والجلسة الثانية وسننتهي بكلمات مختصرة من السادة المسؤولين ولسوء الحظ سأضطر لأن أترككم قبل نهاية الجلسة الثانية. هذه الغرفة سوف تستمر فيها العمل وسوف تشهد كل المناقشات هنا وقد يكون هناك مناقشات أيضا في الخارج. أود أن ألفت أنظاركم إلى وجود الفنانة التي ستقوم بعمل بعض الأعمال الفنية حول هذه الجلسة. شكرا. نشكركم ونسعد لوجود هؤلاء الفنانين معنا هنا بهدف دعم العمل الذي يقوم به. لدي خبير هنا يساعدني في هذه الجلسة وأنا أيضا أسعد لأن أدير معكم هذا الحوار وأن نركز على المدخلات الخاصة به وكذلك الأسئلة والاستجابة لأي ملاحظات يمكن أن تطرأ. وأيضا أشجع الأطراف على أن تستخدم المعلومات التي يتم مناقشتها باعتبارها مدخلات في الأجندة الخاصة بالRSO ويساعدني أن أفسح المجال للسكرتير النائب السكرتير التنفيذي. شكرا جزيلا سيدي الرئيس ومساء الخير لكم جميعا سيداتي والسادة السادة والسيدات المقرين وأيضا السادة الحضور والسيد السكرتير العام لمنظمة WMO
والسادة الحاضرين، وأود أن أبدأ بشكر كارل ريتس من تريبل سي على العمل الذي يقوم به في هذه الفاعلية والذي قام بتجميعنا جميعا، وعلى المعلومات القيمة. هذا هي المناقشات جاءت في وقتها تماما وفي ظل مؤتمر الكوب، ويسعدنا أن نتحدث عن ذلك. هذا العام كانت هيئة معلومات الأرض تترك الكثير من البيانات، ونحن نهتم بمسألة التنفيذ، وهذا هو موضوع هذا الكوب، ونحن نتعامل مع التقييمات ونعمل على إنفاذ القرارات الخاصة باتفاقية باريس. ونحن نقدم منصة فريدة لكل الأطراف ولأنظمة المراقبة الخاصة بالأرض وكذلك جي سي أو إس وتريبل سي، ونحن نحاول أن نقدم فرصة لكل الأطراف أن تنخرط في حوار فعال وبناء حول كل الأنظمة، وأيضا نتحدث عن الأرض والمحيطات، وأيضا يجب أن نقدم فرص لتقديم المعلومات الخاصة بالكرة الأرضية ولتطبيق التعهدات الخاصة باتفاقية باريس. والرؤساء الذين كانوا معنا في اليومين الماضيين أشاروا إلى حالة الهشاشة التي تعاني منها الكثير من المناطق، ونحن يجب أن نعتبر هذا العقد عقد التنفيذ. وفي خلال هذه الفترة يجب أن نتعامل مع قضية التغير المناخي، ولكن لا يجب أن نوجه القرارات التي يتم اتخاذها من أي فرد أو أي جهة في كل العالم، ويجب أن يكون هناك معلومات مناخية ضرورية تساعد في تطوير وإنشاء الإجراءات الخاصة بالتخفيف والتكيف، بالإضافة إلى إنشاء أنظمة الإنذار المبكر، وكذلك العناية بالإجراءات المحلية والإقليمية والتي يمكن أن تكون أداة قوية لتحقيق العمل المناخي والإجراءات التخفيف. وكذلك يجب أن يتم التعامل مع هذا الأمر من الآن فصاعدا وفيما يلي ذلك أيضا. وأيضا سكرتارية تريبل سي تقوم بدعم هذا الأمر بشكل كبير، وشكرا جزيلا. شكرا على هذه الملاحظات. يسعدني أن أتيح المجال للسكرتير العام تلاس، والمجال لك. شكرا جزيلا سيدي، ونشكر الزملاء من تريبل سي ومن دبليو أو. نحن لدينا الكثير كان لدينا الكثير من رؤساء الدول والحكومات والمسؤولين رفيعي المستوى والخبراء والعلماء، وبالتالي يبدو هذا اللقاء وكأنه لقاء سياسيا. إذن فيما يتعلق بالملاحظات والمراقبة، فإننا نحاول أن يكون هناك مصطلح واحدا نستخدمه للتعبير عن الحالة التي تمر بها الأرض عبر 200 عاما المنصرمة، وأيضا تعبر عن حالة المجتمعات التي تعنى بقضية المراقبة، وكذلك رصد الإشارات الخاصة بالتغير المناخي من قبل أنظمة المراقبة. وأيضا الشيء الفريد في عملنا وفي علمنا هو تطوير النظم المراقبة، وهذا أمر يختلف عن ما يحدث في المجتمعات الأخرى، وأيضا تناول وجهات النظر المختلفة
وكذلك هذا يعتبر هو الأساس للخدمات التي يمكن أن تقدم الخدمات البحرية التي تقدم اعتمادا على أنظمة المراقبة. تم نشر بعض التقارير قبل افتتاح هذا الكوب، ومن خلال هذه التقارير نقول أن هناك تركيزات لثاني أكسيد الكربون والأكاسيد المختلفة ونمو وتزايد لتركيز الميثان، وهذا أمر تم الإبلاغ به، ونحاول أن نعرف ما هي الأسباب التي أدت إلى ذلك، وإذا ما كانت هناك حاجة لاستثمار المزيد في أنظمة المراقبة حتى نستطيع أن نفهم ما الذي يحدث في غلافنا الجوي. وحوالي نصف التقارير الخاصة بتريبل سي تعنى بالأمور المرتبطة بالمراقبة والمكونات المهمة في هذا الشأن. لقد قمنا بالعديد من الإصلاحات ولدينا المنظور الخاص بنا، بدلا من أن نفكر بشكل منفصل حول عناصر منفصلة، نحن نحاول أن تكون لنا الملاحظات الخاصة بنا، المراقبة الخاصة بنا والتي نتابعها لحظة بلحظة، وأيضا نتابع الأخطار المتعددة والمتزايدة الناجمة عن الأخطار الجيوفيزيائية والمرتبطة بالخدمات البحرية. أيضا لدينا تحديات في أنظمة المراقبة، وكما قال زميلي فإن أنظمة المراقبة لديها مسؤولية كبيرة ولا يوجد التمويل الكافي، وهذا يعتمد بشكل كبير على التمويل. وأيضا هناك مكون آخر خاص بنظام الأرض الذي يجب أن يكون معروفا ومحددا لدى الجميع، وهذا إذا ما أردنا أن نفهم ما الذي يحدثه ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي. الغازات الدفيئة تساهم بشكل كبير في التغير المناخي، وأيضا نحن نتحدث عن ثاني أكسيد الكربون والميثان، لكي نسيطر على انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون. وحاليا نحن لدينا العديد من التقارير التي كتبت حول الأنظمة المختلفة المرتبطة بالغلاف الجوي والمكونات المختلفة، وبالتالي نحن نتوقع أن يكون لدينا بعض السجلات الخاصة التي نستطيع الخروج بها بعد هذا الكوب، والتي ستساعدنا باستخدام صور الأقمار الصناعية والتطبيقات المختلفة. نحن أيضا ممتنين للسيد فيكوس والأنظمة المختلفة الخاصة والتي يتم استخدام بعض البرامج الخاصة بها والتي تحتاج أن تكون تحت المراقبة. أيضا وضعنا العديد من أنظمة المراقبة الخاصة بالأرصاد الجوية، ونعتمد على العديد من الشبكات المختلفة الخاصة بأنظمة المراقبة، ونحن نعلم أن هناك العديد من الفجوات في أنظمة المراقبة وبصفة خاصة في هذه القارة وفي الدول ذات الجزر، وأيضا هناك آليات يجب أن يتم تبنيها لتسهيل عمليات التمويل حتى يتم التعامل مع تلك القضايا وسد تلك الفجوات. ونرحب دائما بهذه الأمور الخاصة بالتعاون والمساندة في مجال التمويل. نحن نقول أننا إذا لم يكن لدينا مدخلات حول النماذج الخاصة بالأرصاد الجوية فإننا سنكون في مشكلة كبيرة، لأننا لا نستطيع في هذا الوقت أن نحدد كيفية التعامل مع القضايا المناخية.
ولا نستطيع أيضا أن نحدد التأثير الذي يحدثه التغير المناخي. أيضا فإننا نسعى للحصول على الموافقة على أنظمة الإنذار المبكر التي نود استخدامها من خلال وحدات منفصلة وبصفة خاصة الأنظمة الخاصة بالأمم المتحدة. سوف نستثمر 3.1 مليار يورو لاستخدام أنظمة إنذار مبكر ولتحسين المهارات المتعلقة بهذا الأمر على المستوى الوطني وعلى مستوى الخدمات لعملائنا المختلفين في أماكن مختلفة. وهذا هو العرض الذي سنحصل عليه من خلال هذا الكوب فيما يتعلق بأنظمة المراقبة. ونشكركم على وجودكم هنا ونسعد لرؤيتكم. شكرا جزيلا. شكرا على ملاحظتك وعلى التأكيد على ضرورة أن يكون هناك معلومات ذات جودة عالية. أفسح المجال للسكرتير التنفيذي فلاديمير. المجال لك. شكرا سيد الرئيس. السيد الأمين العام والسيد أمين عام تريبل سي. كما نعلم جميعا فإن المحيط يقع في قلب التغير المناخي. هناك حوالي 90% من الحرارة المتزايدة وانبعاثات الكربون وثاني أكسيد الكربون تكمن في المحيطات. والتغير في المحيطات يؤدي إلى ظواهر متطرفة في المناخ. إن خفض انبعاثات الغازات الدافئة هو الأولوية الأولى بالنسبة لنا. ولكي نفهم هذا الأمر الخاص بالمناخ فيجب أن نعرف ما هي التغيرات الحادة التي سنشهدها والمتمثلة في ارتفاع مستويات البحر والذي سيؤثر على حياة الكثير من الأفراد. وهذا يجب أن نكون مدركين تماما للمراقبة المنظمة. ولدينا أيضا منظمة الأرصاد المناخية الدولية ولدينا أنظمة المراقبة الدولية التي نرغب في تعميمها. ولدينا الأقمار الصناعية التي تستطيع أن تحدد لنا حالة المحيطات وحتى عمق والتي تمتد أعماق إلى أكثر من 4000 متر. فإن هناك أيضا تأثيرات بيولوجية وتأثيرات كيميائية تطرأ على المحيطات وهي يتم القيام به من خلال سفن الأبحاث وباستخدام آليات وأدوات مختلفة. وهذا والآن حوالي هناك 9000 من هذه الأدوات موجودة في المحيطات ويتم مشاركة البيانات. هذا الرقم مذهل جدا لأننا هذا لم يكن موجودا من قبل. ولكن لا تزال هناك فجوات مهمة. هناك تقديرات بأن نسبة 7% فقط من المحيطات يتم تغطيتها من خلال أنظمة المراقبة. إذن هناك فجوات كبيرة يجب أن تسد وحتى نتجنب تفاقم ظاهرة التغيرات المناخية. هذه الفجوات تؤثر على الأمور المتعلقة بالمحيطات. وكذلك هناك أيضا العديد من الميزانيات الضعيفة التي تحتاج أن يتم دعمها والتي نحتاج من خلالها أن نفهم الأمور الخاصة بالمناخ. ويجب أن نفهم أن كوفيد-19 كان له تأثيرا على المناخ ونحن نتعامل مع هذا الأمر ونلتزم
بتحقيق باعتبارنا جزءا من نظام المراقبة العام. نلتزم ونود أن يكون هناك هدف عام يتمثل في تعميم أنظمة المراقبة الدولية، وهذا عمل مهم جدا. ولكي أنهي فإنني أود أن أتناول الكلام الذي قاله السكرتير عام الأمم المتحدة، وهو أننا الأرض تتجه إلى الجحيم. نحن في كل عامين يكون هناك سوف نكون نحتفل بعام البحث العلمي لدى الأمم المتحدة، ويجب أن يكون هناك خطة طريق حول حماية البحار والمحيطات، وهذه المنهجية لم تكن موجودة من قبل. إنها أول مرة في تاريخ البشرية أن نستطيع أن نفهم أن مفهوم المعلومات المناخية المبنية على العلم وعلى البحث العلمي يمكن الاستفادة منها في المجالات الاقتصادية ومجالات التنوع الحيوي، وأيضا تساهم في مجال السلام. المحيطات لها مكانة كبيرة على قضية التغير المناخي، وهذا أكثر من أكثر مما كان قبل، وهذا يجب أن يؤدي إلى زيادة العمل الخاص بنا. وأود أن أقول لكم شكرا جزيلا، كانت هذه مناقشة رائعة. شكرا جزيلا فلاديمير، شكرا جزيلا سيادة السكرتير التنفيذي. أفسح المجال للسيدة أنيا ويت، وأتمنى لك مناقشة مثمرة، وشكرا، تفضلي، المجال لك. شكرا سيد الرئيس. It's been inspiring to hear from the substitute chair. إنه الأمر ملهم أن أكون هنا بينكم ونتحدث عن أمور تتعلق بالتنفيذ، ونحن نسعى لتنفيذ إجراءات التخفيف والتكيف من خلال المراقبة. إذن في هذه الجلسة سوف يكون لدينا تحديثات وبيانات حول أنظمة المراقبة المناخية، وسوف نتحدث عن جي كلاس وتنفيذ هذا النظام. وهذا الأمر قد تم بناء على قرار الأطراف المختلفة فيما يتعلق بالمراقبة. أعطيك المجال للعرض التقديمي الأول. Thank you very much. شكرا جزيلا. And it's a pleasure to be here. يسعدني أن أكون هنا. And it's also a pleasure to see so many people in. سعيد لأن أرى هذا العدد الكبير من السادة الحضور المجتمعين. سوف أشرح لكم بعض المعلومات الأساسية حول تريبل سي وما هي الرسائل الأساسية التي نحاول أن ننفذها في خطة التنفيذ. وأود أن أؤكد على حقيقة أن خطة التنفيذ كما قدمت إلى الأمم المتحدة وإلى تريبل سي تركز على في اجتماع الكوب هذا، وهي مناسبة وهي مواكبة للمناقشة. إن التوصيل الناجح لخدمات المناخ يعتمد بشكل أساسي على ما يمكن أن نقيسه. هناك الكثير من الحالات وكثير من المرات نستطيع أن نقول إذا لم نستطيع أن نقيس فإننا لن نستطيع أن نخفف ولا أن نتكيف. ضع الشريحة على الشاشة. This was my first slide. هذه كانت هي الشريحة الأولى. And I'm now on
on this one. I just like to remind وأنا في هذه الشريحة أود أن أذكركم فقط أن المراقبة تعتبر جزء من سلاسل القيمة. قد تكون لدينا دورة قيمة لأن الخدمات المناخية تعتمد على البيانات وعلى المعلومات التي يجب أن يتم قياسها. إن الطلب للحصول على المعلومات أو البيانات المناخية قد تغير في العقد الماضي، حيث أننا في الماضي كنا مهتمين بمراقبة المناخ، ونحن الآن نحصل على بيانات خاصة بأغراض التكيف، وهناك أمثلة للحالات الخاصة بالتغيرات العنيفة، ولا أحتاج لأن يكون لدينا صور فضائية ذات جودة عالية جدا، ونحتاج أن يكون لدينا بيانات واضحة تقول لنا ما الذي يحدث. حتى يتم التعامل مع إجراءات التخفيف نحتاج أن نفهم العمليات الأساسية التي تحدث فيما يتعلق بالمياه والكربون حتى نستطيع أن نقدم خطط تخفيف. وفهم الدورات أمر هام جدا لإجراء الحسابات حول ما تم عمله وما هي الحاجة أو الضرورة لتفعيل إجراءات المراقبة. إذن هناك ثلاثة قضايا مختلفة متعلقة بخطة التنفيذ تساعدنا للتعامل مع قضية المناخ. إن خطة التنفيذ تتم كلها 6 سنوات ومدة 6 سنوات وهي تتم من خلال تريبل سي وجي وهيئة جي وآي أو سي، وأيضا وهي تقدم مجموعة من التوصيات المتكاملة لتقديم أنظمة مراقبة دولية للمناخ، لأنه كما شرحت فإن الأغراض تتغير على حسب العقد الماضي والظروف المتغيرات التي ترأت، ونتحدث عن دورة الكربون وغيرها، وهذا من خلال الملاحظات. على سبيل المثال كان هناك زيادة في نسبة الميثان لم تكن معروفة بالنسبة لنا ولا نعرف سببا لها. في عام 2022 وخطته تعتمد على مجموعتان. المجموعة الأولى هي تركز على الإجراءات والإجراءات المتكاملة وإجراءات التقييم. وأود أن أذكركم أنه قبل أن يكون هناك تقرير كان هناك تقييما دوليا حول أنظمة المراقبة، وأيضا هناك قضايا التعريف التي تنخرط فيها جميع الجهات، ونستطيع من خلالها أن يكون هناك خطة تنفيذ. وهناك أيضا تفاصيل، وهناك أيضا العديد من المتغيرات المناخية التي يمكن قياسها، ومثل الكربون الخاص بالمحيطات وغيره من المكملات الأخرى. إذن هناك عملية طويلة تؤدي إلى قضية الآي بي، وهناك عدد من الاتفاقيات الدولية المشتركة في هذا الأمر. هناك التقييم الخاص بآي بي سي سي، وهناك العديد من العلم الذي تم استخدامه في هذا الأمر. أولا نحن نستشير المجتمع المراقبة عما يجب أن يتم تغييره، ونحاول أن نضع مسودة لوثيقة حول العمل الذي يقوم به IPCC. وفي نهاية هذه العملية وبشكل أساسي فإننا نقدم 6 أشياء مهمة لخطة التنفيذ، وهذا شيء أود أن أدعو الدول إلى النظر إليه لكي نتأكد من الاستدامة للخدمات التي تقدم والتي يتم تمويلها من خلال عقود قصيرة الأجل وعقود بحثية ولا تكون على المدى الطويل، وهذا يؤدي إلى وجود فجوات في سجلات البيانات. وملء هذه الفجوات الخاصة بالبيانات
on land where يحتاج أن الكثير من العمل لأنها تغطي مساحات كبيرة على الأرض، وهناك الكثير من البيانات الغير مكتملة في أفريقيا وأمريكا الجنوبية وجنوب آسيا، ولكن أيضا في المحيطات العميقة وفي المناطق القطبية. هناك كما ذكر زميلي فلاديمير هذا أمر مهم جدا. ثم ننتقل بعد ذلك إلى تحسين جودة البيانات وإتاحتها واستخدامها وإدارة هذه البيانات، وأعتقد أننا جميعا هنا لكي ننخرط فيما تقوم به الدول لترى قابلية إنفاذ هذه التوصيات. وهناك مجموعة من الحاجات الخاصة بالغازات الاحتباس الحراري وكيفية السيطرة عليها. هذه هي الموضوعات المرتبطة بالعديد من القضايا، لن أتحدث عنها بتفصيل، ولكن فيما يتعلق بضمان الاستدامة فإننا نسعى لوجود دعم من الشبكات المختلفة، وهذا أمر مهم جدا بالنسبة للمحيطات، وتعتبر جزءا أساسيا أيضا من اتخاذ المقاييس الخاصة بالأرض. هناك أيضا فجوات محتملة في السجلات الخاصة بالأقمار الصناعية التي يتم القيام بها والتي نستعين بها لملء فجوات مع البيانات في أجزاء مختلفة من العالم. على سبيل المثال، نحن نستخدم نظام جي بوند، وذلك الحصول على مراقبة في مجال المياه والتنبؤ بالفيضانات، وكذلك قياس معدلات البخر، وبالتالي فيها تستخدم أيضا في التعامل مع مناطق الجفاف في مناطق مختلفة من العالم. أيضا مع الحاجات المتزايدة والناشئة فإننا نتحدث عن التحسينات التي حدثت في المناطق الحضرية. كان لدينا مؤتمر منذ أسبوعين، وهذا المؤتمر كان يؤكد على عدد من الرسائل، وفي هذه الشريحة أود أن أتحدث عن هذا الشأن لأنها جزء من الآي بي. أود أن ألفت انتباهكم إلى الحقيقة التي نحن معنيين بها، والنتيجة الخاصة بالمؤتمر هي أن نتأكد من أن هناك اهتمام ودعم من الجانب المحلي، وبالتالي يجب أن يكون لدينا أنظمة معلومات جيدة، وهذا يجب أن يتم على المستوى المحلي. هناك أيضا شيء مهم هو أن نقدم العديد من القياسات المهمة حول المكونات البيولوجية والمالية، وكذلك عملية انتقال الكربون داخل المحيطات، وكذلك العناصر الفيزيائية والكيميائية المرتبطة بالبيئة، وأيضا كذلك بعض الإجراءات التي يتم اتخاذها للحصول على هذه المعلومات، وكيفية طلب الدول. وأيضا المؤتمر طالب بتأسيس نظم مراقبة عالمية تشمل العديد من الأعمال الخاصة بالآي بي، وأيضا تحديد عدد من الأطر التي يتم العمل عليها، ولكي يكون عملنا معا. وشكرا. Thank you very much. شكرا جزيلا هان. For giving a great overview. شكرا جزيلا على هذه النظرة الشاملة حول نظم المراقبة. أود أن أفسح المجال لزميلي ستيفان روسنو. Yes. حسنا. Thank you, Madam Chair. شكرا سيدة الرئيسة. May the slides be put up or do I just...
Yes. Okay. حسنا شكرا جزيلا. في البداية أود أن أذكر أن هذا التقرير قد تم تقديمه من خلال جون كينيدي. وإذا أنا أقدمه بنيابة عنه. هناك في البداية هناك بعض الإحصائيات تتحدث عن التقرير التحديات المناخية والأمور التي تشترك معه، وكان هناك حوالي 70 عالما مشتركين في وضع هذا التقرير. وكما ذكر السكرتير العام لمنظمة الأرصاد الجوية الدولية فإن مستويات البحر آخذة في الارتفاع، وهناك قيم متزايدة لغازات الدفيئة مثل ثاني أكسيد الكربون والميثان وأكسيد النيترات، وأيضا نرى أن هناك زيادة كما ذكر السكرتير العام في نسب الميثان كما تم ملاحظته ومراقبته. أيضا هناك من خلال هذا العام لم يحدث تغييرا كبيرا في غازات الاحتباس الحراري. إذا ما نظرنا إلى درجات الحرارة فإننا يجب أن نأخذ في الاعتبار الموقف في المحيط الهادي، وكذلك يمكن أن نرى على هذا الجانب الأيمن أننا لازلنا في المراحل الأولى، وتقول التوقعات أن هناك المزيد، وأيضا هذه الآثار سوف تستمر للخمسون عاما القادمة. هذه الشريحة تظهر أن درجات الحرارة وارتباطها بالمستويات المختلفة، وإذا في عام 2022 لدينا بيان بدرجات الحرارة حتى شهر سبتمبر، وسوف يكون 2022 هو العام الرابع والخامس، وبالرغم من وجود العديد من الأحداث في عام 2022 نحاول المحافظة على درجة 1.5 درجة مئوية. والآن نعود إلى التوزيع الخاص، ونرى أن أغلب مناطق العالم أصبحت أكثر احترارا، وهنا بعض الأجزاء التي تم إلقاء الضوء عليها وحتى في منطقة الأدرياتيكي وفي المناطق الجنوبية التي تزداد فيها الاحترار، وهناك مناطق ضخمة ترتبط بالعديد من الأحداث المناخية. وإذا ما نظرنا إلى المناطق المرتبطة بالتصحر سنرى أن هناك مناطق مختلفة وبعض هناك بعض الظواهر المرتبطة، وهناك بعض المناطق التي حدث فيها فيضانات، وكما شاهدنا فيضانات باكستان التي حدثت مؤخرا. وهناك مؤشر آخر وهو محتوى احترار المحيطات، وهنا مرة أخرى أستطيع أن أقول أن هناك كميات من درجات الحرارة يتم احتباسها داخل المحيطات، وكل هذا الاحترار يؤدي إلى زيادة وارتفاع مستويات سطح البحر.
ونلاحظ أن هناك ارتفاع ملحوظ في مستوى سطح البحر، وهذا الأمر يتسارع بشكل كبير، وهذا بسبب ما الضغوط الحرارية الموجودة على سطح الأرض. هناك مؤشر آخر وهو الانتقال والفقد الذي حدث في الجليد بنسبة 6%، وكان هذا أكبر كمية فقد للثلوج تم تسجيلها، وهذا منذ عام 2021 حتى 2022 حدث خسارة كبيرة لكميات الثلوج، وهذا أمر يثير القلق. أيضا يجب أن نتحدث عن المناطق الخضراء، وكذلك عبر السنوات الماضية كان هناك تأثرا عبر 6 سنوات متصلة، ونلاحظ هنا أيضا ارتفاع في درجات الحرارة. هناك ظاهرة أخرى وهي مستوى الثلوج، وكما ترونه باللون الأخضر هنا، ولدينا أيضا اللون الأحمر الذي يعبر عن الحد الأدنى الذي تم الوصول إليه في سبتمبر. إذا العام الماضي لم يكن عاما يتميز بالظواهر الشديدة، وأيضا يمكن ملاحظة أن هناك تغير عبر العامين الماضيان في المستوى العام. وهذه هي الشرائح الأخيرة فيما يتعلق بالتقرير الذي سنعلنه في العام المقبل، وتم بالفعل أيضا إعلان التقارير الأفضل حتى الآن والتي تم تدشينها لمنطقة آسيا ومنطقة المحيط الهادئ، وربما ستم تدشينها في الأسبوع القادم. وهناك تقرير خاص في حول في اللمسات الأخيرة الآن في حول عام 2022 لمنطقة الشرق الأوسط ولعرضه على مؤتمر المناخ في العام المقبل. شكرا. Thank you very much, Mr. شكرا جزيلا مستر كوسنر. والآن سنسمح لعرض الأسئلة، لدينا 20 دقيقة. نريد أن نعرف من الجزء الأخير من المجموعة المجالسة هنا، رجاء رفع أيديكم حتى تحصلوا على الميكروفون. الرجاء منكم المضي قدما والتقرب حتى لطرح أسئلتكم، ولذا نسمح الآن نفتح المنصة لطرح الأسئلة. أعتقد أن لدينا هنا مجموعة هنا من أريتريا، سؤالا من أريتريا. أعتقد أن الشاشة التي تعرض أمامي ربما أعتقد أن هناك سؤال من المتطوعين، رجاء بطرح السؤال مباشرة. الرجاء من المتطوعين تسهيل عملية طرح الأسئلة. رائع. شكرا لتحدي الفرصة. شكرا للمعلومات القيمة التي وردتموها اليوم والعمل الجماعي. نحن نتكلم فيما يتعلق بالمناخ، وسؤالي هنا فيما يتعلق بالتركيز على ثاني أكسيد الكربون وانبعاثات الكربون، وأيضا انبعاثاته خاصة التي تصل إلى أكثر من 3 إلى 6%، وهذا هو الحد المسموح، ولكن هذا لم يتغير إلى حد كبير في الاعتبارات، لابد أن نأخذ بعين الاعتبار. لذا فسؤالي أن هناك كثير من عمليات الرصد وتم ترجمتها لاتخاذ أمر فعال فيما يتعلق بانبعاثات الكربون، وشكرا. أعتقد أنه سؤال من رسوا.
أنه السيد الأسرع. حاول أن أفهم السؤال فيما يتعلق بالتوجه والانبعاثات، فإنها ربما ترتفع وهناك جفاف، ليس هناك علامة للتخلص من هذا، ولكن أخذها بعين الاعتبار وسوف نتعلم من هذا وسوف نحاول أن نحققه، ولكن عذرا لا يمكنني فهم السؤال بالكامل. Han, would you like to respond? أنا سأحاول أن أجيب بالرد. نعم، قد رأينا الإجراءات فيما يتعلق هناك انخفاض في عمليات البلاستيك، ولكن أقول كما قلت من قبل، نحن نحاول أن نقلل عملية التمويل لهذه المشروعات. كانت هناك ارتفاع حاد في الانبعاثات في فترة ما من العام، وبناء على المعلومات وأيضا التقرير الجماعي فيما يتعلق بعام 2020 سوف يتم تدشينه أيضا لاحقا. نرى أن هناك انتعاشة مرة أخرى في عملية الانبعاثات، حتى أننا رأينا انخفاضا كبيرا من قبل. إذا لم يكن تحول على بناء على الوقت، ولكن يأخذ يعود إلى مرة أخرى الانبعاثات إلى مرحلتها السابقة بالسرعة. هذا هو جزء من الإجابة على سؤالك. شكرا جزيلا. I think we have a question from Saint Kitts. لدينا أيضا سؤال من سكوتلاند. سوف نأخذ ثلاثة أسئلة فقط قبل انتهاء الوقت. Thank you. شكرا جزيلا معالي الرئيس. وهذا بالنسبة لسؤالي من الهند. التي تعلمون هي من منطقة لم تكن متاحة في التقرير. هل لديكم ملاحظتين لي؟ والشعب يعرفون يريدون أن يعرفوا مزيدا من الشرح. النقطة الأولى، هل هناك إصرار على الانبعاثات السنوية من الكربون الهيدروكربونات وغيرها، وأيضا ما مدى السياسات وفعالية السياسات واستغلالها، وأيضا فيما يتعلق بالتركيز على العمل. العمل كما نعرف أن العمل نحن مهتمين ونعرف أن هناك وقت محدود للمضي قدما، ولكن هذا جزء من القصة. ولكن ماذا عن المؤشرات الذي تم الإشارة إليها عن بناء على الموازنة التي توفرها الدولة، ولكن ماذا عن المؤشرات الأخرى؟ المؤشرات الأخرى لديها كثير من المعلومات، وكهذه هي فيما يتعلق بالنسبة المئوية، فإنها نقول أن هناك حد مسموح به سنويا من الانبعاثات، ولابد أن يكون هذا خطوط، ربما تكون التغير بطيء جدا نظرا إلى السياسات، ولذا نحن بحاجة إلى توضيح هنا. النقطة الثانية بالنسبة لي أن الدول ما لديها متحمسة فيما يتعلق بالإشراف وعملية الاحتباس الحراري والتخفيف منه. هذا هي حقيقة معروفة حول العالم، أن هناك فجوات كبيرة فيما يتعلق بأتاحة المعلومات المناسبة للتكيف. هناك الدول لديها بعض الشرطات مهمة، وربما تكون لديها دفاع أهداف سنوية لثلاث سنوات أو غيرها، ثم أيضا بعد ذلك فيما يتعلق بأنها تتقدم إلى التمويل المناخي. وهذه الفجوة في المعلومات لابد أن نأخذها بعين الاعتبار، لأن هذه المؤشرات وهذه المعلومات الخلفية تساعدنا في عملية التخفيف والإشراف على تدوير الكربون واستخدامه، وأيضا تساعدنا في الاستفسار عن تحديد الأولويات أو لي حتى نكون في الاتجاه الصحيح. أريد الناس أن يعرفون حتى أنه في عملية الإشراف عبر القمر الصناعية، كما تعلمون أن في حقيقة معلومة الجميع أن الحماية العملية على أرض الواقع مهمة، وخاصة أيضا لأنه متعلق بارتفاع درجة الحرارة التي ربما زادت، كما تعلمون أن هذا تحدي بالنسبة لنا. وهذه معلومات مهمة لابد من إشرافه، وأيضا الإشراف
على الانبعاثات الصغيرة والدقيقة ومن الدول الصغيرة والمجتمعات الصغيرة والمدن الصغيرة، لأن هذه مهمة جدا. لابد أن ننظر من المجتمع العام وخذ بهذا العين هذا الاقتراح بعين الاعتبار. ركزوا كثيرا على الإشراف العام وأيضا على معرفة ما هو أكثر قيمة وما هي أكثر أهمية وما هي المنظومات وما هي التكيف. وأريد أن أؤكد مرة أخرى اتخاذ الأولويات الصحيحة والدقيقة حول حول جدول أعمالنا الجماعي. شكرا جزيلا لأسئلتك من زميلنا في الهند. وأظن أن هنا لدينا سؤالا، هناك كما قلت رجاء من طرح أكثر من سؤال ثم سنبدأ بالإجابة. Thank you very much. شكرا جزيلا. I'm here today أنا هنا في هذه الفعالية، أتيت لكم من كندا. أريد أن أعبر عن شكري لكل المقدمي العروض والمشاركين وهذا المعلومات في هذه الفعالية مهمة جدا والتوقيت المناسب لنا. السؤال الذي لدي الحقيقة أن هناك ثلاثة متحدثين قد أثارت كثيرة من التساؤل حول ارتفاع الانبعاثات، وأيضا أن هناك لابد من التركيز على معرفة الاحتياجات الخاصة بمنظومة المراقبة. إذا كانت هذه عملية التنفيذ، كانت لديكم خطة تنفيذ، وهل هي تسير؟ نريد أن نحقق ونتأكد أن هذه المنظومات تناسب عملية خطة التنفيذ، وخاصة فيما يتعلق بالتركيز على الانبعاثات وأيضا تحصيله وامتصاص من البيئة. شكرا جزيلا على سؤالك. ولدينا سؤال آخر هنا. نريد أن ننتهز هذه الفرصة لشكر المجموعة على هذا الفعالية المهمة للغاية بالنسبة لي، خاصة للدول المتقدمة والدول النامية. وبتعلمون أن عملية إجراءات التحدي من الانبعاثات تعتبر مهمة جدا للدول النامية، لابد من معالجة هذا الأمر بالنسبة للدول النامية. وهذا يعني الكثير من درجة الارتفاع درجة الحرارة بنسبة 1.5 مئوية، يعني أن هناك مزيد من الجفاف. عذرا هناك انقطاع في الصوت. أريد أن أطرح سؤال للخبراء لمزيد من التفاصيل، خاصة فيما يتعلق بالجزر الصغيرة، علاقتها بمرحلة المناخ والإشراف عليه ومراقبة عليه وتأثيرها. ما هي التغييرات المهمة مقارنة بالتغييرات العالمية؟ أريد أن أقول نحن نتطلع إلى مشاركة ذات أكثر معنى من بلادنا وأن نصل إلى ختام جيد للجميع. شكرا للجميع على طرح مسألة الجزر الصغيرة ودول الجزر الصغيرة، وهذه نقطة مهمة. أرى أن هناك شخص يرفع يده. إن لم يكن، if you press the flashing light a second time ارجع ان ارجع ان تضغط مره اخرى على الميكروفون حتى يمكننا سماعك. Now it works, thank you. أنا اسمي إريك، وهي نحن من منظمة مراقبة دولية. قد ذكرتم الفجوات، وأعتقد أنها أكثر فجوة هي عملية الإشراف والمراقبة على المحيطات، وأيضا ماذا عن غيرها من المحيطات والأرض على الأراضي؟ وإذا ماذا عن عملية المراقبة بشكل عام؟ هل لنا أن نسد هذه الفجوة بين الاثنين؟ شكرا لسؤالك الجيد. والآن هناك أسئلة يمكن أن مثل، أعتقد أنه يمكنه الإجابة عليه. Yes.
As I said, I mean, since 2007, من قبل أن هناك ارتفاع في الدرجات والانبعاثات على مدار السنتين الماضيتين من جانب علمي وأيضا جانب بيولوجي أن هناك تأثيرات بيئية كثيرة وننظره من خلال أن تصح هناك ذوبان الجليد. إذا نظرنا للسايكو بي أنها عبارة عن مزيج من المراقبة من المقبرة الصناعية والسيتو. أعتقد أن هناك عملية المرابطة المهمة تزيد الربط بين كافة عملية المراقبة وتساعدنا في تقديم إجابة أفضل لسؤالك. وأعتقد أن هذا الأمر نحن بحال سنقدم هناك سهناك بعض الطلبات التي سنحاول الإجابة عليها، وهذه بعض المعلومات تحتاج إلى توفيرها فيما يتعلق بآيسوتوبس وغيرها وما يقال عليها كمم الجليد، وهذا يعني أننا لا نصل إلى عملية الإشراف البي. وإذن هذه عملية مراقبة للمنظومة بأكملها، وهي مجموعة من بين السيتو والأقمار الصناعية والبيانات المحصلة عليها من الأقمار الصناعية، وهذا تم تعبير عنه في السايكو بي. ولكن هناك فيما يتعلق بفهم علمي أكثر لهذه النقطة. شكرا لك هيرمون. فيما يتعلق بأهمية الميثان، وهل لك أن تكلمنا أكثر الإجابة على سؤال كوتش فيما يتعلق في عملية الفجوة بين عمليات المراقبة؟ نعم، إنه سؤال مهم ونحن نتطلع إليه. إذا نظرتم للإجراءات المتاحة حاليا فيما يتعلق بالاعتباس الحراري، هناك تركيز كبير على العالم الغربي والأوروبا والولايات المتحدة وأيضا اليابان، وقد تم امتداده إلى الصين. ولكن ماذا عن أفريقيا؟ ماذا عن سيبيريا؟ وأيضا في أمازون، وخاصة هذه المناطق الثلاثة مهمة جدا فيما يتعلق بالمرجعية البيولوجية والحيوية هنا، خاصة فيما يتعلق كما قلت بسيبيريا وأمازون. وفي هذا السياق هناك كثير من المشاكل التي لا بد أن نعالجها، ولا بد من مراقبتها بالأقمار الصناعية وفيما يتعلق بأقصى الشمال. وماذا عن أفريقيا واحدة؟ هناك أيضا مسألة فيما يتعلق بمراقبة CO أو ما يطلق على CO2 أو كربون هنا. شكرا هان على الإجابة. هل لنا أن نطرح من السؤال للمتحدثين الاثنين فيما يتعلق من سكيت نينث فيما يتعلق بأثر تأثير التغير المناخي على دول الجزر الصغيرة؟ هل هناك مراقبة جيدة كافية على وكيفية التنفيق بينها وبين التكيف البيئي؟ نعم، أولا وقبل كل شيء، أكثر درجة حرارة يتم متوقعها في المناطق والجزر الصغيرة لأنها تتعرض للبحار بأسرع، لذا ربما تصل إلى 1.4 أعلى من المعدل العالمي. ونظرا إلى موقعها الجغرافي والمنطقة، ولكن لم يكن هذا إلى حد قاس كبير، ولكن هناك تأثير للينيا وفيما يتعلق عليه أيضا درجة الحرارة التي أو ما يطلق عليه خط لانيريا آخر، وربما ستشهد ارتفاعا في درجة الحرارة مرة أخرى. بالنسبة لعملية المراقبة على السواحل المحيطات، ليس لدينا أقمار صناعية تكفي للمراقبة هناك هذه المناطق خاصة بدرجة الحرارة، لكن هناك درجات الحرارة تقريبية.
وحتى نكون أكثر وضوحاً أن هناك بعضها ذات علاقة بإمكانيات المراقبة. وأتمنى أن تكون قد أجبت على سؤالك ولو بقدر بسيط. شكراً جزيلاً. وأيضاً هناك زميلنا يريد أن يجيب على بعض الإجابة هنا على هذا السؤال. مرة أخرى فيما يتعلق بسؤالكم أثر التغير المناخي على الجزر الصغيرة مهم جداً. لا حاجة المزيد من المراقبة على هذا الأمر، لكن هذه المدن والجزر الصغيرة تعاني فعلا من التغير المناخي ورأينا تغيرات عليه. ولكن بعيد عن كل هذا، ليس من السهل أن نجيب على سؤالك بدرجة كافية، لأنه لسوء الحظ الأشراف والمراقبة لا تغطي كافة المدن والدول الموجودة في الجزر الصغيرة. نحن نحاول أن نحلل المعلومات المتاحة وفهمنا للتغير المناخي على نماذج ربما تكون متاحة قدر الإمكان. وهذه بعض الأمثلة وهذه بعض الأسباب أن نحن نكون لدينا متاحة وفرصة لنستمع من العالم فيما يتعلق بأنظمة المراقبة. نحن بحاجة أن نعود إليه مرة أخرى ونناقشه لاحقا في هذا المساء. ولكن مرة أخرى أقول أنه في الدول وفي الدول الصغيرة في الجزر الصغيرة وأيضا في المحيطات هي تتأثر بالفعل. ولكن إجابتكم محددة إلى قدر سؤالكم. نحن نحاول أن نكون أن نصل إلى توافق وتقييم صريح لهذه المنطقة. شكرا لإجابتكم. وأعتقد أن هناك سؤال أيضا فيما يتعلق من الزميلين المتحدثين فيما يتعلق بالجابة الهندية فيما يتعلق بقياس الانبعاثات وعملية التكيف. شكرا لطرح هذا السؤال. بالنسبة للهند لديها عقبتين. أولا تركز على الانبعاثات السنوية ونحن نركز على عدد مختلف من الانبعاثات. عندما نتحدث عن هذا نتكلم عن الانتحباس الحراري وأثره. هذا يعني سؤال سياسي بعيدا عن أن يكون سؤالا علمي. نعم العلم لا يغير بين الأثرين، ولكن ماذا يعني التغير المناخي؟ يعني الانبعاثات الحرارية أو الاحتباس الحراري الموجودة في المجال البيئي. وأيضا لا بد أن نعرف هذا. ربما هذا السؤال يمكن أن طرحه على صناع السياسات بعيدا عن المناخ والبيئة. والسؤال الثاني من أيضا أثير بالهند، لماذا نركز كثيرا على الانبعاثات الاحتباس الحراري؟ لماذا لا نركز على التكيف؟ نعم هناك إجراءين مختلفتين لفهم هذه النقطة. أولها وربما لا يمكن أن أريد أن أشرح لكم كثيرا من الإجابات هنا، ولكن أقدم لكم الجانب العلمي فيما يتعلق ب يمكن تكليف الأطراف الآخرين. هنا نقول هناك نعرض نحن هنا الآراء العلمية من العلماء فيما يتعلق بالتخفيف من حدة التغير المناخي. هل نحن قادرون على التكيف أم لا؟ نحن هنا لا يساعد على عملية التقليل من قدر التكيف. ولكن من النقطة المهمة بالنسبة لنا أن هذه المعلومات تساعد تحاول أن توجد توازنا بين المعلومات وعملية التخيف وعملية التكييف التخفيف من حدة التغير المناخي والتكيف معه. وهذا كل دورنا هنا. شكرا جزيلا. شكرا لكم. هل أي من الزملاء المشاركون والمتحدثون أن يريد أن يجيب على أي من هذين السؤالين؟ أريد أن أجيب أكثر فيما يتعلق بالسايد بي. لدينا إجراءات مختلفة ونحن ليس في عالم مثالي، ولكن نقول أن هناك بعض المناطق محرومة. وفي هذا الإطار أعتقد أن الأمر
في بعض المناطق نركز على الأهداف الإنمائية وبعضها يركز على الانبعاثات وكلهما مهم بالنسبة لنا. ونريد أن نؤكد مرة أخرى كما قال زميلي من قبل أن نحن نتحدث من جانب علمي أن هناك جانبين لعملة واحدة وجهان لعملة واحدة لابد أن نكون معالجتها بشكل مناسب فيما يتعلق بالانبعاثات وأيضا انبعاثات ثاني أكسيد الكربون والتي تعتبر لا تكون مناسبة لحماية الوجه الآخر من العملة ولا حماية مستقبلنا. ولذا نحن هنا نريد أن نفهم نحن في سايكو بي لابد أن هناك درجة من الرضاء العالية فيما يتعلق بانبعاثات انبعاثات الالتباس الحراري، ولكن لابد أن نحاول أن نعالج ونسد الفجوات كما قلت من قبل حول المعلومات التي توصلنا إليها والمعلومات التي نريد تنفيذها على أرض الواقع. كما قلت من قبل هناك وجهان لعملة واحدة ونريد أن نوحد الجهة جهود كافة الأطراف لضمان تنفيذ كافة الإجراءات بشكل جيد. شكرا جزيلا. وهذا يأتي بنا إلى نهاية الجلسة الخاصة بنا. وأعتقد أن التعليقات المهمة التعليقين الآخرين نعم إن الإشراف والرصد العالمي هي فقط لرصد ما يتم اتخاذه. إذن كلنا لابد أن نأخذ خطوات من جانبنا. إذن الإطار التالي الذي نناقشه مع الأمم هي أن نأخذ الخطوات أن نأتي بالعالم بدرجة حرارة أقل. وختاما لهذه الجلسة النقاشية والحوار النقاشي شكرا لكافة المتحدثين شكرا للسادة المشاركون وطرح أسئلتهم وأيضا من WMO لأن يقدموا لنا الجلسة التالية. شكرا جزيلا. ممكن أن نأخذ استراحة لمدة دقيقة ثم أبدأ الآن بدعوة زمد كارينا كاتلين التي ستضم إلينا وتأخذ الجلسات وأيضا خبيرة العلم سيأتي هنا إلى هذا الجانب لتساعدنا في الإجابة على الأسئلة ولوتشيا وهي موجودة معنا هنا بالفعل. نحن نحاول أن نأخذ استراحة لمدة دقيقة.